السلام عليكم، هلا والله وسهلا بالجميع، يسعد لي مساكم، مساء خير، توفيق من رب العالمين. شخباركم؟ ان شاء الله طيبين ومستصحين، الله يديم علي وعليكم الصحة والعافية يا رب. اللهم صل على محمد. قصتي اليوم الشارع حل الأربع. هذا واحد يقول عمري 40 سنة، يقول كنت متزوج وحياتي مستقرة، امرتي جميلة خلوقة مؤدبة موظفة، لي منه 4 أطفال، يقول حياتي معهم مستقرة. يقول إلا أني بعض الأحيان أقول له ترى الشرع محلل الأربع. يقول كانت ترد علي زي ما إنه الشرع حلل لكم أنتم يا رجال 4، ترى حلل للحريم أشياء. وكانت تقول لي إذا إنك تزوجت علي واحدة ثانية مستحيل أكمل حياتي معك، وتقول بعلمك كيف الشرع حل الأربع، بعلمك كيف الشرع حل الأربع، بعلمك كيف الشرع حل الأربع. يقول كانت حياتي مستقرة معه إلين جاء ذاك اليوم اللي قررت إني أتزوج واحدة ثانية، وفعلا بعد زواجي أتركته. وكنت أقول يلا أيام وترجع، تجلس لك كذا يوم وبترجع. يقول أنا عايش نزوة الحب مع زوجتي الثانية، فرحان به طاير بزوجها الثانية. يقول سافرت شهر العسل الماليزيا أنا وزوجتي الثانية، وهو ما زلت عايش نزوة الحب. يقول وترسل لي زوجتي الأولى أحد أقاربه علشان يكلمن علشان أطلقه. يقول وأنا رفضت لأني ما أبي أخسره زوجتي وأحبه وأقدره، ما أبي أخسره. يقول يوم رفضت رفعت علي قضية خلع لأن الشرع حلل له الخلع وكسبت القضية. يقول وأنا تعصر ألم أني خسرته. يقول بدت نزوة الحب اللي بيني وبين زوجتي الثانية بدت تبرد، وبدت حياتنا شوية برود شوية مشاكل. يقول ويجينا الخبر اللي مثل الصاعقة نزل علي وأنا ميت من الوجع والألم، إنه خطبه يا خطب زوجته الأولى، إنه خطبه أعز أصدقائي، كل إنسان خلوق مؤدب محترم مقتدر، إذا إنه مو أحسن من ما رح يكون أسوأ من. يقول أرسلت لواحد من أهله أبيه يكون وسيط بيني وبينه، إنها تهون وترجع لي لأني ما أقدر أعيش من دونه. يقول ردت علي رد الصاعقة على راسي، الشرع حل لي ذلك. يقول بعد فترة سمعت خبر زواجه. يقول وأنا ميت قهار من وألم شاب تبدي شاب. يقول سافرت مع صديقي 3 دول، سافروا شهر العسل، يقول 3 دول أوروبية. يقول وأنا كل ما سمعت الأخبار أموت قهر. تعرفون شلون أموت؟ أموت أموت قهر. يقول تغيرت حياتي فوق تحت وتدمرت حياتي مرة. يقول طلقت زوجتي الثانية لأني أحس نزوة دمرت كل حياتي. يقول حتى عيالي يكرههم ما يبون ولا يبون يعيشون معي ولا يبون يعيشون مع أهلي. يقول اقترحوا علي أهلي إني أستسلم وأعطيهم أمهم لأنهم ما يبون. يقول الحين أنا خسرت كل شيء، خسرت حياتي زوجتي عيالي سعادتي راحتي، والسبب سبب نزوة. فعلا علمت معنى كلمة الشرع حل الأربع. يقول
يوم ما تكون سعيد والله عطاك الفرح والاستقرار وعندك جوهرة لا تضيعه، لأنه أغلب الأحيان اللي يضيع بتفقده للأبد ومستحيل يرجع ومستحيل يعود. نقلت لكم لتعرفون إن الشرح حل للهن أشياء كثيرة.